عليكم من جديد في فير بلاي، نحكي عليه عبر النادي الافريقي. حسين بن عياده بعد تاكد فسخ عقده مع نادي باب جديد يوم امس اللاعب يقترب من السي اس اس. اكثر تفاصيل على الموضوع هذا من عند زميلنا ومراسلنا في صفاقس فاضل ابو جناح. فاضل اهلا بك. مرحبا بك اسلام، مرحبا بالساده المستمعين. كنت تعطينا اكثر تفاصيل فاضل على الموضوع. اللاعب تقريبا عدى ليله البارح في صفاقس، شنو التفاصيل اللي عندك؟ بون اسلام، معناها ثم شكون يقول اللي هو البارح عدى الليله في صفاقس، ثم شكون ياكل الخبر هذايا، لكن الخبر الصحيح الحقيقه مش متوفر. اما اللي نعرفوه اللي هو متوفر والاكيد جدا هو اتصال النادي الرياضي الصفاقسي باللاعب هذا حسين بن عياده. اللي اللاعب هذا نعرفه انه قام بفسخ العقد نتاعو مع فريق النادي الافريقي، اصبح بالتالي في حل من كل ارتباط مع اي نادي. دونك النادي الرياضي الصفاقسي معناها ثم نيه لتطعيم الرصيد البشري نتاعو في المركز هذاك. نعرفوا انه اللاعب حسين عياد عنده مؤهلات ممتازه جدا، كل سواء كاريير دروا معناها كظهير ايمن ولا حتى ينجم يلعب كقلب دفاع. النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا اللاعب الوحيد اللي عنده مركز ظهير ايمن هو اللاعب محمد بن علي. نتذكر وقت اللي غاب حتى في المباراه، احد المباريات سليمان على ما اعتقد، محمد بن علي كان عوضه اللاعب شادي الهمامي. دونك عنده معناها رغبه النادي الصفاقسي لتدعيم المركز هذايا، وهذاك علاش الاتصالات ما زالت قائمه مع اللاعب حسين عياده اسلام. تقريبا فما منافسة مع النجم الساحلي أيضا، الكلام على الإتوال هذا بالنسبة لي، لكن الأقرب هو السي اس اس. فاضل، الاتصالات موجودة واتصالات جدية من نادي الرياضي الصفاقسي، وحتى بعض المقربين من نادي الرياضي الصفاقسي، ولا حتى معناها ثم أطراف معناها تعرف النادي الرياضي الصفاقسي مليح، قاعدة هي الواسطة في العملية هذه، قاعدين يحكيوا مع اللاعب حسين بن عيادة. كما قلت لك العرض موجود من نادي الرياضي الصفاقسي، حتى القيمة المالية محترمة. معناها مازال معناها حاليا النقاش مازال معناها مطروح بين زوز اطراف، ونتخيلوه ان شاء الله باش يكون معناها بازياء النادي الرياضي الصفاقسي اذا كان ما حصلش جديد في الموضوع هذا. قلت القيمه الماليه محترمه، قديش لوفر اللي هو والله الى الارقام اسلام صدقا ماهيش معناها متوفره، لكن اللي نعرفوه انه العرض محترم من الناحيه الماليه. من هنا الوقت ايش تحسم الصفقه ان شاء الله؟ نتخيلوا من هنا معناها الساعات القادمه، يمكن النهارين القادمين هذوما معناها جيستو معناها يكملوا معناها يتفاهموا اللاعب معناها نعرفوا قاعد يخمم في العرض هذا. هذه المعلومات اللي وصلت انه قاعد يخمم بصفه جديه في العرض هذا، لكن الموافقه لتو ما حصلت معناها كما قلت لك مربوطه معناها بالاتفاق بين الثلاث اطراف، واللاعب معناها يولي بعد ذلك يرتدي قميص النادي الصفاقسي اسلام. ولازم نعرفوا مش يكون موجود في كاس الكاف تبيع باعتبار انه ليست تسكرت نتاع الملاعب. بطبيعه وقع معناها غلق معناها النادي الرياضي الصفاقسي كان ارسل معناها قائمه نهائيه معناها، وكان زاد فيها خمسه ملاعبيه كنا تعرضنا لهم، ملاعبيه هذوما اللي سجلهم النادي الرياضي الصفاقسي في نشره سابقه اسلام. دونك سيفيني معناها ليستا كلوتيري انتهى، ما عادش النادي الصفاقسي ما عادش ينجم يزيدوا حتى اذا كان قام بالانتداب نتاعو حسين بن عياده معناها في الليستا افريكان. بما اننا نحكيو اسلام على الليستا افريكان حاليا نجم نقولوا انه الفريق اسي كيغالي الرواندي وصل للساقس، معناها احنا تقريبا حوالي ساعه ساعتين كان متواجد في الطريق السريعه في زون مدينه الجم. دونك تتخيلوا حاليا وصل الفريق للساقس، وكذلك اليوم يوصل طاقم التحكيم السيشالي للساقس باذن الله. واضح، يعطيك الصحه. شكرا لك فاضل ابو جناح على كل التفاصيل اللي جبنا بها بخصوص صفقه انتقال حسين بن عياد للسي اس اس، اللي كما ناكدوا البارح قضى الليلة في صفاقس. المفاوضات تقدمت برشا بين اللاعب والسي اس اس، من هنا الغدوة بعد غدوة باش تحسم الصفقة على أقصى تقدير. فاصل، فهم مواصلين في البلاي حتى لما 3:30.